السلام عليكم. اليوم حنا بعد المجبري خليونا نقولوا ادخل في الصحيح، ادخل في اهم مقابله نحكيوا على ارسنال او بالتحرير فريق مانشستر يونايتد في الولايات المتحده الامريكيه الليله مع العشره متاع الليل باش يواجه ارسنال في مقابله وديه تحضيريه للموسم الحالي. علاش قلنا حنا بعد المجبري ادخل في الصحيح؟ لانه اليوم بعوده الدمادم الدنماركي إريكسون والبقيه ركائز الفريق باش نعرفوا يندرى إيريك تنهاد اقتنع به ولا مازال يعطي فيها في فرصة، باش نعرفوا بالسوس مقابلات الفارتا ليتس ليون. لو نلقاو حنا بعد مثلا اليوم في التشكيلة الأساسية نعرفوا بنسبة كبيرة أنه تنهاد مقتنع بحنا بعد المجبري. لو نلقاوها العب بالشوط الثاني كامل راهو مازال يعطي فيه في فرصة، لكن لو نلقاوها في 7 و6 و10 دقائق وفي بوست غير البوست متاعو نعرفوا انه للاسف الشديد الهولندي مازال ما اقتنعش بلعبنا الدولي ولا ما اقتنعش بنصلو بلعبنا حنا بعد المجري، وانه ما ثماش علاش باش ما يقتنعش به. مقابله اولى ضد ليتس مقابله عالميه او بالاحرى شوت اول ممتاز، افضل لاعب على ارضيه الملعب، اقل القليل افضل لاعب من جانب مانشستر يونايتد. مقابله ثانيه ضد ليون ممكن المستوى اقل شويه، لكن مستوى مانشستر يونايتد بكل الشوط الاول كان اقل من المستوى اللي قدمه في المقابله الاولى امام ليتس. فيما يخص حنا بعد الشوط اللي قدمه امام ليون شوط محترم، كل التمريرات قدمها صحيحه. ممكن حنا بعد شفتوا نوعا ما فيزيكمون نقص شويه على المقابله الاولى، نوعا ما ارهاق. يقول القائل يا اخي تحكي على نهايه موسم تحكي على الارهاق، راهو حتى في التحضيرات راهو الملاعب يتعب، لكن من سيونس دونترلمون لوقتها يبدا يرجع بشويه بشويه. ان شاء الله بحول الله اليوم ضد ارسنال يقنع ويثبت حنا بعد انه قادر يكون في قائمه مانشستر يونايتد. حاجه بركه الى حد الان نعيبها على حنا بعد المجبري شفتها ضد ليتز، وشفتها اكثر ضد شكون؟ ضد ليون. حنا بعد راهو انت كان تحب توري روحك في الصوره راك قادر باش توري روحك في الصوره اكثر من اللي قاعد توري فيه. ساعه لساعه تكون في موقع يا خويا يعطيها كعبه من بعيد ممكن تدخل في الشبكه تظهر في الصوره كما يلزم. ليه حنا بعد يا خو كوره يرجع باس اثنين نشوف الملاعبيه اللي معاه كيفاش يحبوا يظهروا حنا بعد المجبري يلعب فيهم. هذه حاجه باهيه برشا، لكن راهو ساعه لساعه يلزمك شويه ايجويست، يلزمك شويه اناني باش تظهر اكثر في الصوره. بالطبيعه ما عندناش راهو كان حنا بعد المجبري اللي قاعد يخوض في مقابلات وديه، عندنا لاعبينا الاخرين اللي اليوم خاضوا مقابلات وديه وقدموا مقابله محترمه. مثلا عيسى العيدوني اليوم فريق يونيو برلين خاض مقابله وديه امام فريق هولشتاين، فريق متواجد في الرابطه او في الدرجه الثانيه الالمانيه. الموسم الفارط انه في المرتبه الثامنة عيسى العيدوني نزل في دقيقة 61، ما يهمش برشا الأداء اللي قدمه بالرغم أنه قدم أداء محترم، تحرك شفناه عشرة اليمين اللي صار يدخل للوسط، تمريرات طويلة تمريرات قصيرة. تقريبا في الملخص اللي شاهدته في ثلاثة مناسبات كاد أنه يسجل هدف. هذا الكل ما يهمش لأنه حتى لو نعود نقولها أداء عيسى العيدوني متوسط، مقابلات تحضيرية أكيد بشوية بشوية باش يدخل أكثر في الجو، وبالأحرى الجو نورمالمون يدخل فيه الموسم الفارط بشوية بشوية الريتم بتاعه باش يتحسن من مقابلة المقابلة. لكن اللي لاحظته عيسى العيدوني ما كانش في التشكيلة الأساسية. دخلت الفلاش سكور وشفت الملاعبية اللي نزلوا الشوط الأول أو اللي كانوا متواجدين في التشكيلة الأساسية الموسم الفارط تقريبا جل المقابلات خاضها. حتى الملاعبية كيف عيسى العيدوني كيف بعض الملاعبية اللي نزلوا الشوط الثاني رغم الموسم الفارط لعبوا بعض أو لعبوا مقابلات أو وقت محترم بما فيهم عيسى العيدوني. عيسى العيدوني ما ننساوش أنه الموسم الحالي عنده رابطة الأبطال الأوروبية، فريق يونيون برلين يلزم يدعم الفريق متاعه بملعبية في الدفاع وسط الميدان والهجوم. لذا عيسى العيدوني يلزمه المستوى اللي قدمه الموسم الفارط يلزم يزيد يتطور فيه ويلزم يحسن فيه، على خاطر ما ننساوش رابطة الأبطال الأوروبية عفوا يونيون برلين يلزم يظهر بوجه مشرف. يعني الوضعية
الوضعية متاع عيسى العيدوني ما نقولوش اتعكرت، ليه بالعكس، لكن وضعي أو عيسى العيدوني يلزمه يخدم ويخدم ويخدم باش يقلع بلاصته في التشكيلة الأساسية لفريق يونيون برلين. بينما الياس سخيري اليوم مع فريقه أندراخت فرانكفورت اللي انتقل له حديثا من فريق كول، خاض مقابلة ودية أمام فريق إن شاء الله الاسم ننطقه صحيحة فولدا. اليوم شفت الياس سخيري مرتاح، مش كل لاعب ماشي من فريق الفريق تحسه مربوط ولا يحب يقنع ولا يحب يدخل في الجو، لا اليوم شفت ملاعبي أليس في وسط الميدان ياخو كرة من اليمين يمشيها اليسار كونترولر يونتي كرة طويلة كرة قصيرة يرجع للدفاع يطلع الهجوم. يعني لو باش نمثله نوعا ما راه تمثيل لأكثر لأقل، نتفكروش هي زيدان من يوفي برز بشكل كبير وقت اللي مشى ريال مدريد ما لقاش اشكال مباشره ادخل في صلب الموضوع، لانه من فريق كبير اسمه يوفي في الدوري الايطالي الفريق كبير عالميا اسمه ريال مدريد، لو باش نمثلوا كولن فريق متوسط في الدرجه الاولى الالمانيه انتقل الياس صخيري الفريق افضل منه، ما انتقلش البايرن ميونخ ولا انتقل البروسيا دورتموند انتراخت فرانكفورت اكثر من كل اكثر لاقل. حبيت نحكي على الياس صخيري اليوم على التمريرات الحاسمه على الاداء الممتاز اللي قدمه، لكن ما نجمش نحكي على هذا الكل على خاطر وقت اللي دخلت للفريق اللي نواجهه اليوم انتراخت فرانكفورت نلقاه فريق متواجد في الدرجه الرابعه الالمانيه، يعني عادي جدا الياس صخيري باش يكون اليز ومرتاح، حتى الياس صخيري يكون مقيل ما عنده حتى مشكل، مش معناها الياس صخيري خاض مقابله وديه امام فريق متواضع هذاك علاش كان اليز. شفناه الموسم الفارط ضد بايرن ميونخ وما ادراك ما بايرن وضد بوروسيا دورتموند، وشفنا الياس المرتاح الكالم، يعني بحول الله النجاح الكبير اللي نجحوا الموسم الفارط مع فريق كولن بحول الله باش ينجحوا الموسم الحالي مع فريق جديد انتراخت فرانكفورت، وممكن حتى يبرز بشكل اكثر من الشكل اللي برز فيه الموسم الفارط. نختم الحلقه بمحمد دراجر اللي رجع الفريق جديد متواجد في الدرجه الاولى الانجليزيه نوتنغهام اللي خاض اليوم مقابله وديه امام فريق ليفنتي الاسباني، المقابله انتهت بفوز نوتنغهام هدفين لهدف. محمد دراجر خاض مقابله كامله وعلى حسب السيكونس فيديو اللي شاهدتهم قدم اداء محترم، لكن نعاود نقولها وباش نكون واقعي راهو الاداء المحترم اللي قدمه محمد دراجر راهو باش يخوله انه كي ينتقل الفريق اخر على سبيل مثلا الاعاره ينتقل الفريق محترم افضل من الفريق اللي كان فيه في الدرجه الاولى السويسري، لانه نحب ولا نكره محمد دراجر ما عنده حتى امل باش يكون متواجد في التشكيله الاساسيه الفريق نوتنغهام بالملعبيه او بالاظهره المتواجدين في فريق محمد دراجر. ان شاء الله حظ موفق لمحمد دراجر، ان شاء الله كيف حظ موفق لكل لاعبينا الدوليين. هذه حلقتنا وفات اليوم البياري، ما تبقى كمش يقول لكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية كيف في الدوري التونسي. في الختام البياري ما تبقى كمش يقول لكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.